أعزائي المشاهدين، كنا نتحدث عن بعض أوجه الحضارة في بغداد في العصر العباسي، وقلنا بأن بغداد حققت مستوى حضاري متميز حتى أصبح فعل يتبغدد إشارة إلى أنه يتخذ في حياته منحا متحضرا، يعني يتأنق في ملبسه، في مأكله، في مشربه، يقال له هذا يتبغدد، يعني يقلد البغداديين في ما حققوه من مستوى حضاري رفيع. حتى أن أحد السقائين في بغداد وقد مر به يعني أسير وهو ذنون المصري أحد الصالحين، جيء به معتقل ووصل إلى بغداد وعطش. هذا رجل مقيد ومعه من يحرسه، وأحس بالعطش فرأى أمامه وهو معتقل لا يستطيع أن يعني أن يتمتع بحريته، وجد أمامه سقاء، سقاء أنيق يلبس منديل بالغ النظافة وبيده أدوات الإسقاء، وقال أريد أن أشرب ماء من هذا. فمن هو معه أمر بأن يأتي له بكأس أو بقدح من الماء، فحينما شرب ذنون هذا الماء وجد فيه رائحة مسك، وتأمل هذا السقاء، قال هذا لابد أنه ساقي الخاصة يعني الملوك، فقيل له هذا ساقي العامة، فقال كلمة جميلة، قال كل الظرف في هذا، كل الظرف. والظرف هنا ليس بمعنى المفهوم الآن القدرة على الإضحاك وغير ذلك، وإنما كل الظرف يعني كل الحضارة، كل الأناقة في هذا. تعجب أن إذا كان ساقي العامة بهذه الأناقة، ثم أنه أراد أن يدفع شيئا، قال له ادفع له دينارا يعني مقابل هذا الماء، وهذا ميت من العطش يعني. فرفض السقاء أو الساقي أن يأخذ شيئا، قال لا يليق، أنت أسير، كيف آخذ من الأسير مالا؟ فتعجب وزاد عجبه، أي مستوى من الحضارة في سقاء يحمل الماء على ظهره، فما بالك بالآخرين من طلبة العلوم والمدرسين والتجار وغيرهم. هذه المنشآت التي مر ذكرها معنا كثير منها أنشأها تجار، لأن التجار يملكون السيولة المالية يعني، لكنهم تجار محسنون يتطلبون وجه الله تعالى، فكانوا يقفون الأموال على منشآت الخير، ما كانوا يعني متفرغين لإنماء أموالهم، وإنما إلى تقوية صلاتهم بالله تعالى، يعني عن طريق هذه الأعمال الخيرية النافعة التي تنفع المجتمع. كان الكل يعني يخصصون ما بإمكانهم أن يخصصونه لخدمة الناس، إن كانت خدمات صحية أو علمية أو غير ذلك مما تحدثنا عنهم. كان هناك مشروع لافت للنظر بعض الشيء، أنشأته سيدة محسنة وهي السيدة بنفشة. بنفشة كانت زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله، والخليفة المستضيء كانت له زوجتان، البنفشة وزمرد خاتون، هؤلاء كانتا ضرائر كما نقول، ولكن انظر إلى العلاقة بين الضرتين، كانتا يتنافسان في إنشاء المؤسسات العلمية والثقافية وأعمال الخير، في هذا كانت بنفشة تنافس زمرد والعكس. يعني كانت هاتان السيدتان تنشئان المنشآت الكبيرة والمنشآت الخيرية، ربما هو نوع من التنافس ولكن تنافس في الخير، فانظروا ماذا فعلت. أما زمرد خاتون فقد مر ذكرها، وقلنا أنها أنشأت مدرسة كبيرة أشبه أن تكون جامعة في
في اعلى في الاعظميه يعني في الرصافه القديمه او الاعظميه عرفت بمدرسه الاصحاب. واما بنفشه وطبعا انشات مدرسه في يعني مدارس اخرى ومؤسسات اخرى، ولكن السيده بنفشه ضرتها انشات جسرا على يربط بين الجانبين في جنوب دار الخلافة العباسية، وأنشأت أيضا يعني مؤسسة لإسالة الماء في بغداد، وهذه مؤسسة طريفة تحتاج إلى بعض التعريف. أنشأت عند شاطئ دجلة في مكان قريب من جامع زمرد خاتون أو جامع الحضائر أو أدنى منه يعني في دار الخلافة أو في أطراف دار الخلافة الشمالية. أنشأت دولابا يعني كرد يعني مسنن يدور بفعل دابة ما الثور أو نحو ذلك. وفوق هذا وهذا الدولاب يرفع الماء من دجلة إلى مستواه، ثمة دولاب آخر فوقه وثالث فوقهما ورابع فوق هذا الثلاثة، يعني بضعة دواليب يدور بعضها فوق بعض، فينقل الماء من دجلة إلى مستوى عالي يعني يقرب من 3 أمتار تقريبا، حتى يعني يرفع هناك يوجد تانكي أو شيء ما يشبه الخزان، يوضع الماء هناك ثم ينساب الماء عن طريق قنوات مرفوعة على عقود من الآجر، وتمضي هذه القنوات في دار الخلافة وفي حيها، وذكرنا أن دار الخلافة فيها حي سكني أيضا، وعن طريق عمود الماء النازل يعني ضغط المياه يندفع الماء في مواضع محددة مشكلاً شاذروانات أو نافورات، وكل نافورة عليها يعني ما يشبه التمثال أو اللعبة أو شيء يدور، وتعزف الموسيقى نتيجة يعني اندفاع الماء. اندفاع الماء يحرك بعض الآلات التي تخرج أصواتاً ذات أنغام، كل هذا حتى يأتي الإنسان فيشرب من هذه النافورات بروح يعني طيبة، وهذا كله يعني فن معماري هندسي لطيف في ذلك العصر، يعني أن يرفع الماء عن طريق عدد من الدواليب المركبة بعضها على بعض وببناء متقن وبمسننات مضبوطة الأحجام والارتفاعات حتى تصل إلى علو في ذلك العصر كان 3 أمتار يعني تمثل 3 طوابق، وينحدر الماء بانسيابية ليعود فيندفع مرة أخرى مؤلفا عددا من النافورات التي تعزف أنغاما. تخيل أي مستوى من الحضارة ومن الهندسة أيضا في ذلك العصر. كثير من المنشآت من هذا النوع مشاريع الخدمة العامة كانت تقوم بها سيدات بغداديات، يعني ليس الرجل وحده هو الذي كان معنيا بإنشائها، وإنما لدينا قائمة طويلة من أسماء المحسنات التي أنشأن مدارس، مثلا مدرسة تركان خاتون، هذه الخاتون لقب يعني بمعنى السيدة المحترمة. تركان خاتون أنشأت مدرسة في منطقة قريبة من جامع السلطان، يعني قريبة من دار السلطنة السلجوقية، في قريب من منطقة الكارنتينا، مدرسة كانت ثاني مدرسة أو ثالث مدرسة في بغداد على الإطلاق تنشئها هذه السيدة. ومر بنا يعني عدد من المدارس أنشأتها زمرد خاتون وبنفشة، وأنشأت فيما بعد حفيدة السلطان صلاح الدين وزوجة صلاح الدين الأيوبي وزوجة
ابن الخليفة المستعصم بالله أبو العباس أحمد، وهي شاه لبنى شمس الضحى الأيوبية، مدرسة كبيرة عند مدرسة زمرد خاتون في منطقة الأعظمية، أو في منطقة يعني بين شارع الإمام الأعظم وبين شارع العشرين، شارع عشرين في منطقة النص، مدرسة كبيرة ظهرت بعض أسسها أثناء القيام بأعمال يعني المجسة الأثرية أو الذي أجري عند تجديد قبر المستعصم بالله هناك. وهذه السيدة شاه لبنى كانت امرأة محسنة للبغداديين، ومن أعمالها أنها يعني نقلت جثمان عمها، أقصد بعمها أبو زوجها، أبو زوجها أبو العباس أحمد المستعصم بالله، نقلت جثمانه إلى مشهد النذور هناك، وأوصت أن تدفن إلى جانبه، ودفنت فعلاً، ودفنت ابنتها رابعة، والذي هو مشهد أم رابعة كما عرفه البغداديون، وأصبح موضعاً لكسلة وزيارة يؤديها أهل الأعظمية على وجه الخصوص إلى هذا المكان، حتى نشأت حوله المحلات، محلة النصة، وأصبح بين البيوت وبين الطرق، وأعيدت يعني عمارته، وبني عنده مسجد جامع قبل نحو 10 سنين تقريبا. هذه السيدة إذن تضاف إلى قائمة السيدات. باب بشير يعني زوجة الخليفة الأخير المستعصم بالله بنت المدرسة البشيرية ودار القرآن البشيرية. السيدات كنا ينافسن الرجال في إنشاء هذه المؤسسات، بل أن بعضهن كان أكثر نشاطاً وغيرة في هذا المجال، لأن المرأة متفرغة لأعمال الخير، في حين أن الرجل مشغول بالسعي والكد والتجارة أو السياسة وغير ذلك. أما النساء فكنا أكثر تفرغاً، وسنجد هذه الظاهرة تزداد مع مرور الوقت، يعني يزداد عدد النساء اللاتي يقومن بإنشاء أعمال الخدمة العامة. الخدمة العامة كانت مسؤولية المجتمع نحو نفسه، يعني المجتمع هو الذي ينشئ هذه المشاريع، إن كانوا من النسوة أو من التجار أو من أولي الخير عامة، ولإدامة الحياة. ولذلك فإن السلطة حينما كانت يعني تسقط أو تزول نتيجة احتلال أو عدوان ما، كان أكثر تلك المنشآت يستمر في عمله، لأنه لا يرتبط بها، وإنما يرتبط بأهل الخير، والخير لم يكن ينقطع عن بغداد. ربما كرامة لهذه المدينة أن أهل الخير كانوا دائماً يسارعون للملمة جراح المدينة كلما أصابها جرح من نكبة، إن كانت طبيعية كالغرق والطاعون والأوبئة، أو بشرية الغزو والاحتلال والعدوان. حتى أن منهن من أقامت الجسور كما فعلت السيدة بنفسه والقناطر وغير ذلك، يعني أعمال مختلفة تماماً ومتنوعة. ربما يعني يتساءل البعض أين ذهبت هذه المنشآت والقصور؟ حقيقة وما آل إليها أمرها فيما بعد، حقيقة ما دمر نتيجة العدوانات الشديدة التي مرت على بغداد بعد احتلال المغول، خاصة في عهد تيمورلنك هذا المحتل الغاشم الذي جاء من أواسط آسيا ودمر مدن المشرق الإسلامي، بدءا من بخارى وسمرقند ومدن العالم الإسلامي، حتى وصل إلى بغداد. دخل بغداد لثلاثة مرات، يعني 3 مرات يحتلها، وفي كل مرة يدمرها، يعني لا يكفي المرة السابقة وإنما يدمرها. وكان هو في صراع مع الدولة الجلائرية التي كانت تحكم العراق في ذلك الوقت، لكن أهل البلد هم الذين كانوا الضحية في كلا الحالتين.
يأتي هؤلاء الأمير أحمد الجلائري فيستعيد بغداد، ثم يأتي تيمور لنك فيستعيدها منه، وفي كلا الحالين كان أهل بغداد هم الضحية التي يتناوب عليها المحتلون في هذه. وهذا حدث في نهاية القرن الثامن، يعني 796 و98 و800 وكذا، يعني في هذه السنوات تعاقب المحتلون عليها. فما الذي حدث؟ حدثت عملية إبادة متعمدة يعني من قبل تيمور لنك وجيشه، إبادة متعمدة ربما سنتحدث عنها في وقت لاحق. المهم حدث تجاوز على الأوقاف، على الوقفيات، وكنا قد ذكرنا بأن هذه الوقفيات هي يعني هي التي تدر المال على هذه المنشآت في المدن وخاصة في بغداد. فتدمير الوقف يعني تدمير الموقوف عليه، تدمير المدرسة والمستشفى والرباط وخزانة الكتب وغير ذلك. وبالتالي افتقدت بغداد هذه المنشآت تقريبا دفعة واحدة، يعني كلما أبقته الأيام منذ الاحتلال المغولي دمر مرة واحدة في هذا التاريخ المشؤوم، فلم يعد يعني منها شيء يذكر. نعم بقيت بعض المؤسسات ولكنها قليلة، أهم ما بقي هو المدرسة المستنصرية، هذه المدرسة التي عاركت الدهر وبقيت متحدية كل ظروف القهر، تجاوزت هذه الصعاب والكوارث وبقيت حتى العهد العثماني الأول، ومبانيها ما زالت موجودة إلى اليوم وقد رممت وعمرت في يعني في القرن العشرين. هذا يفسر إذن ديمومة بغداد وديمومة منشآتها، وأيضا يعني كثير مما نفتقده من تلك المؤسسات تم نقضه لإقامة منشآت أخرى. على سبيل المثال حينما كان أحد الحكام إن كان من أهل السلطة أو من الغزاة يريد أن يبني شيئا، يريد أن يقلد السابقين ببناء شيئا. نحن ذكرنا الآن أن بعض الحكام حتى في عهد المغول، يعني عندنا مثال عطاء ملك الجويني، هذا كان رجلا متعاطفا مع العصر العباسي، مع رموز العصر العباسي، وتزوج من كنة المستعصم بالله وهي شمس الضحى شاه لبنى الأيوبية، يعني بنى وعمر جامع القصر، بنى مئذنة، لكن وغيره، وعلاء الدين السكرجي بنى المدرسة العلائية الشاطئية مكان بيت الحكمة اليوم، وبنى آخرون قصورهم، وعلاء الدين عطا ملك بنى أيضا قصرا فخما له قريب من يعني من بغداد من منطقة باب الوسطاني. هذه القصور مما كانت تبنى؟ كانت تنقض المباني القديمة وتبنى بها المباني الجديدة، يعني بغداد كانت تفقد مبانيها لتبنى بها مباني أخرى، وهذا الذي أفقد بغداد كثيرا من ما ذكرناه من منشآت ومؤسسات مهمة. كان يعني مواد البناء في هذا الوقت أسهل شيء أن تهدم شيئا بناء وتبني به قصرا لك. والمؤرخون يرون لنا أن نقطة الدور الفلانية، وحتى أن خشب التسقيف اللي كان من الصاج عادة يسمى خشب الساج، حتى هذا كان يعني يسل من المباني ويعاد استخدامه في المباني الجديدة. هذا الذي يعني كان يحدث، وكان يفقد بغداد شيئا كثيرا ومهما من منشآتها التي تحدثنا عنها، حتى لم يبق منها اليوم إلا العدد القليل يمكن أن نعده، يعني مثلا المدرسة المستنصرية والقصر العباسي. والقصر العباسي حقيقة كان يجب أن نعرج عليه
لأن هذا القصر لم يكن يعرف في العصر العباسي بهذا الاسم، وإنما هو دار المسنات الناصرية التي أنشاها الخليفة الناصر لدين الله لتكون مركزاً علمياً في بغداد في أوائل القرن السادس للهجرة. ودار المسنات سميت بهذا نسبة إلى المسنات الضخمة الكبيرة التي يقوم عليها هذا القصر، لأنه كان يطل على نهر دجلة، وموقعه قرب بيت الحكمة اليوم، يعني قرب المدرسة العلائية التي تحدثنا عنها قبل قليل، في الجنوب الشاطئي لوزارة الدفاع، مبنى وزارة الدفاع القديم الحالية الموجودة الآن. أنشأ الناصر داراً كانت محطة جدل بين المعنيين من الباحثين، ما هو هذا المبنى، يعني المبنى الكبير، وكان قد خرب طبعاً في القرون الأخيرة، ولكن أثار انتباه أولئك الباحثين وقالوا ما هذا القصر. توقع بعض الناس بأنه هذا القصر كان يعود إلى الخليفة المأمون، وكان ليس صحيحاً، وإنما هو دار العلم والعلماء التي أنشأها الخليفة الناصر لدين الله، وكان يقضي فيها بعض أوقاته من كل يوم. هذا يعني بعض ما كانت تشهده بغداد من تلك المؤسسات النافعة، ولنا تتم لهذا الحديث إن شاء الله في حلقة مقبلة.